الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم سمعينا لاستقبال آرائكم ولحظاتكم واقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. أهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن تكون إن شاء الله مليئة بالفائدة، وأيضا نعزز من خلالها أنماط الحياة الصحية. طاقم البرنامج معنا اليوم في التنسيق ميرا الإخفلي، صبحت الله بالخير ميرا، وأيضا معنا في الإخراج ناصر السليمي، وصبحت الله بالخير دكتورة ندى الملا. صباح الورد وصباح الجمال وصباح الأربعاء الجميل البارد، وإن شاء الله باكر يوم الخميس آخر يوم في الأسبوع. نرحب فيكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة، وأذكركم بأرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. مثل ما دائما نقول زميلي محمود إن هذه قنوات تواصل عشان تعطونا اقتراحات ملاحظات شكاوي أي شيء من شأنه إنه يحسن الخدمات الصحية ويطورها في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. ودائما بعثوا الرسائل في بداية البرنامج إذا في أسئلة طبية أو مواضيع طبية حابين نطرحها عشان يكون في مجال نناقشها معاكم قبل نهاية الحلقة. البارحة كان في إعلان جميل من قبل إدارة الموارد البشرية، طبعا بتوجيهات من معالي رئيس مجلس الإدارة ومدير العام لهيئة الصحة بدبي معالي حميد القطامي، بأن يمنح الموظفون العاملون في هيئة الصحة بدبي ساعتين دكتورة، يعني يكون سماح، يعني تهاون معهم شوي. لا ما نقول تهاون، لا هي 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 مراعاة لهم في أثناء حضورهم إلى الدوام، سواء كانوا الموظفين الرسميين أو حتى الموظفين اللي يعملون بنظام المناوبات، نفس الأطباء. يعني ليش تشريع على عمرك أنت ما تداومين مناوبات؟ انبلى عندي دوام صباحي ومسائي، هاي مناوبات. زين الحمد لله. المهم فالدكتورة يعني هي مسألة جميلة جدا، أن الدوائر الحكومية دائما ما تسعى في الأساس إلى يعني الحفاظ على أرواح موظفينها. شفنا هذا الحادث المؤسف اللي كان بالأمس، يعني اللي ما نتمنى أن يصير. وللأسف أنا كنت أعاني من هذه الشغلة في فترة من فترة، كنت أداوم في أبوظبي دكتورة، يعني أنا أشوفها الناس وهذه رسالة كل اللي يسوقون سيارات، يا جماعة الخير الله يخليكم، هلا هلا في أعماركم، ضباب تخيلي دكتورة ضباب ويجيك مسرع على 140، وذيك الأيام كان أصلا 160 بعد كانوا يسوقون قبل ما ينزلون سرعة الرادار، ف 140 ويسوق ومسرع ضباب، زي شوف قدامك انت. ما هو هي هالمشكله محمود، ما اقدر يعني لو صار طلع شيء قدامه ما اقدر يتفادى. هذا واحد. اثنين يا جماعه الخير، الاشارات هذه اشارات التنبيه اللي احنا نسميها دبل شاير، هذه ما تستخدم اذا في ضباب. في ليت خاص للضباب زين، هذه تستخدم لا سمح الله اذا كان في شيء قدامك زين، تبغي تحذر السائق اللي وراك. صحيح. زين، والمصيبة يوم في شيء قدامه ما يستخدم هذه الإشارة، ما يلحق يستخدمها أصلاً، اللي وراه ما بينتبه ده طول الدرب مشغل. في إشارات خاصة للضباب دكتورة في معظم السيارات. صحيح. يعني هذا الكلام من زمان، يعني بس تستخدم هذا الليت، لا تستخدم الإشارات التحذيرية هذه إلا إذا كان في هنالك حادث. أيضاً انتبه، الحمد لله نحن شوارعنا يعني دكتورة
تصميمها على 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 احدث التصميمات العالميه. بالضبط. فيحطون ما بين الـ 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 الاشارات هذه الخطوط اللي على الشوارع. زين ما بين الخطوط اللي على الشوارع دكتور يحطوا لك مثل شيء ينبه كذا شغله بس التاير يدق عليها يطلع مثل صوت ينبه السايق. زين هذه بعد تعتمدونها اثناء السواقه في بعض الامور اللي الواحد يسويها علشان بس يعني يقي نفسه من هذه الحوادث. والله يعني معظم الإصابات اللي تردنا على مستشفياتنا في الحوادث هي يعني إصابات سيارات وإصابات خطيرة. الواحد ممكن يعني إما لا سمح الله لا قدر الله أن تنهي حياته أو تخليه يعيش في عاهة مستديمة يعني حرام. والانتباه طبعا محمود اولا شباب. هي المشكله ان كلهم شباب في ريعان العمر حرام يعني لا سمح تروح ارواحهم او يصابون باعاقات. ومثل ما توني اذكر حق محمود اقول له ان الانتباه في الشارع لا تنشغلوا بغير الطريق حتى لو عندك خط. في ناس تملل تبدا تقعد على التليفون تقول لك انا عيني على الشارع بس ثانيه اشوف مثلا الانستغرام او افتح الواتساب. لا تنشغلوا لا تنشغلوا. ترى مسوي دراسه شرطه دبي ابو ظبي اكتشفوا ان الحادث يصير في جزء من الثانيه. يعني انت يوم ترمش يعني طالع البوست او تشوف المحادثه وتطالع فوق تلاقي خلص الحادث السوء. فلا تنشغل بغير الطريق. والله يحفظ احبابنا ان شاء الله وجميع اللي يسوقون على الطرقات. وبعدين في الاحوال الجويه يعني اللي تنعدم فيها الرؤيه الافضل انك انت يعني ما تسوق قدر الامكان انك انت تبتعد عن الطريق وتشوف لك مكان امن. بالضبط بالضبط. خارج الطريق مثل ما الفيديو كان الناس واقفة في الشارع يعني كتف الطريق ولكن في الشارع فهذا بعد عرضهم أكثر للإصابات. وهذه رسالة لكل المدراء اللي يسمعوني الحين واللي عندهم يعني موظفين تحتهم. يا جماعة الخير الله الله في موظفينكم. يعني أحيانا الطقس الواحد ما يتحكم فيه. زين هلا هلا في موظفينكم خاصة اللي يجون من أماكن بعيدة يعني مقياس السيارة ساعة ساعة ونص حرام. يعني الواحد ياخذ شوية باله من الموظفين يقول له في والله يعني للأمانة الناس اللي شفتهم من المدراء اللي حوالي على الأقل يعني دكتورة يعني كلهم يعني حتى من بين الأشياء يقولوا حق موظفينهم إذا ما بقادرين يتون لا تون خذوا إجازة. صحيح وايد يراعون أكيد. أو اشتغلوا من البيت. بالضبط. أو سووا أي شيء أو أن تريوا تأخروا على الدوام من مشكلة. فهذه الروح اللي نحن نبغيها لأن نحن الأرواح غالية ما نبغي نفقدها يا جماعة الخير. صحيح. في حادث سيارة يعني اللي صار البارحة كان شيء يعني مؤسف بالنسبة لنا. والله الواحد يشوف المناظر اللي كانت بالنسبة لهذه الحوادث يعني زعل. صحيح. صحيح. زعل أكيد. عليها وايد. أكيد. وهذه كل سنة تتكرر. بالضبط هذا الموسم كل سنة تتكرر وبنفس عدد السيارات. فالواحد شوي ياخذ حذره أكثر في الشارع. عدد سيارات كبير يعني 50 40 يعني عدد جدا كبير. يلا الله يحفظكم يا رب ويبعد عنكم كل شر. ناخذ أسماء الجناحي معنا بتخبرنا عن بعض الأمور الخاصة بالتواصل الاجتماعي. صبحك الله بالخير أسماء. صباحكم الله بالنور عليكم وعلى كل المستمعين. صباحك وردي أسماء تفضلي. صباحكم. بس أحب يعني أنوه نحن من أوائل الجهات اللي حطينا في كل قنواتنا أن موظفينا يقدرون يتأخرون في الضباب. بس يعني من ضمن الأسئلة اللي وصلتنا أن بس الموظفين لا الموظفين الدوام المرن والدوام العادي وأيضا اللي عندهم مناوبات. صحيح. فكل الموظفين بلا استثناء. الشيء الثاني نحن كنا حاضرين في النشاط التوعوية. أنت استغليتي هذه الفسحة ولا أسمه؟ لا دخلت في النظام تأخير. لا لا مسوحة مسوحة. نتمنى من كل المستمعين يزورون تطبيق صحة وسعادة اللي هو تلفزيون هيئة الصحة متوفر على الآي أو إس والأندرويد. تحت اسم DHA ميديا. تحت اسم DHA ميديا. أو اللي مثلا ما يبغى ينزل تطبيق يدخل على اليوتيوب مالنا. من يدخل دبي هيلث أثورتي على اليوتيوب راح يحصل الموضوع كله لايف مشبوك أيضا مع اليوتيوب. صحيح. لا نبغيهم ينزلون التطبيق. أنا نزلت على كل تلفوناتي وتلفونات بيتنا كلنا. فاتحين على التلفزيون يقدرون يفتحون اليوتيوب. صحيح. إذا كان عندهم إي لايف. ممتاز. غير هذا أختم ب برسالة إيجابية. إن لم تكن راضي عن حياتك ونفسك فلن تكون كذلك في عملك.
كن سعيدا وسينعكس على عمرك، كل شيء ينعكس على الثاني. صحيح أكيد. خليك سعيد في حياتك ولس المشاكل الدوام، ونفس الشيء خليك تعيش دوامك ولس المشاكل الدوام البيت. صحيح شكرا لك. أهم شيء ما تسوي مشاكل في أي مكان. ولنشل المشاكل خصوصا هاي الخميس وبعد اجازه نهايه الاسبوع. شكرا لك يا اسماء على رسالتك الايجابيه ونهارك سعيد. شكرا. سبحان الله انتم عندكم ضباب واحنا عندنا ثلج، الله يحفظ الساقين اينما كنتوا. في الظروف الجويه بشكل عام لنا لا يمكن التحكم فيها. سؤال تابع للسؤال الاول، هل ممكن الرياضه تعوض الاكل اللي اكله؟ شو السؤال الاول كان؟ ما شفت السؤال الأول. الرياضة تعوض الأكل؟ طبعا مو معناته، هي الرياضة ممكن تحرق السعرات الحرارية، ولكن لما تكون سعرات حرارية جدا كبيرة لا، الرياضة يعني يبقى الرياضة عنيفة عشان تحرقها، تحرق السعرات الحرارية الكبيرة الكلتها. يعني مثلا الغش البسيط، قطعة كاكاو، شريحتين بيتزا زيادة عن نظامك الغذائي، ممكن تحرقهم الرياضة، ولكن وليمة لا، يعني الرياضة ما أعتقد تقدر تحرق لها. لأن أنا فاهمة شو يكون القصد من الموضوع. شكرا دكتورة. نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله ما نتحدث عن واحدة من المبادرات الجميلة اللي هي الرياضة في فكر زايد. شو هي هذه المبادرة؟ إن شاء الله بنستضيف معانا الأستاذ حمزة عباس مدير المشروعات الأنشطة الرياضية والمجتمعية في هيئة الصحة بدبي، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام عبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. ارقام التواصل معنا على 600551414 والرسائل النصيه على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب، في دراسه تقول الصداع النصفي يرفع من احتمال الاصابه بامراض القلب، حيث اكد علماء من جامعه اراهوس الدنماركيه ان الذين يعانون من اعراض الصداع النصفي الشقيقه باستمرار ترتفع لديهم معدلات الاصابه بامراض القلب والشرايين. وتوصل العلماء لتلك النتائج بعد دراسات دامت لأكثر من 10 سنوات شملت أكثر من 100,000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و50 سنة، نصفهم كان يعاني من أعراض هذا النوع من الصداع. وراقب العلماء نوبات الصداع وحدتها وحالة المشاركين الصحية وخصوصا القلب والأوعية الدموية، وأظهرت النتائج أن احتمال الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية يرتفع لدى الذين يعانون من أعراض الصداع النصفي لفترة طويلة، أما احتمال إصابتهم بالجلطات الدموية فأعلى بمعدل 1.6% من الناس العاديين، كما أن احتمال إصابتهم بأمراض الرجفان الأذيني أكثر من باقي الناس بمعدل 1.3%. ونوه معدو الدراسة إلى أن النتائج التي توصلوا إليها بيّنت أن المرض المزعج يصيب النساء أكثر وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الصداع النصفي أو ما يعرف بالشقيقة هو اضطراب عصبي مزمن يتميز بنوبات متكررة معتدلة إلى شديدة من الصداع، وكثيرا ما يصاحب الحالة عدد من أعراض الجهاز العصبي اللا إرادي، وتتركز الآلام في جانب واحد من الرأس، حيث من الممكن أن تستمر من 2 إلى 72 ساعة مسببة للشخص توترا شديدا قد يصل إلى الاكتئاب في بعض الحالات بنسبة بلغت 71%. ليش تهزي راسك وأنا أقرأ؟ لأن أنا أؤيد وأؤكد المعلومات التي تذكرها الدراسة، لأن حالات الصداع النصفي تمر علينا محمود في العيادة حالات كثيرة، وما تتخيل الأعراض المصاحبة للصداع النصفي كبيرة. في ناس تفكر الصداع النصفي نوع واحد، هو نوع واحد ولكن طريقة ظهوره على المرضى والأعراض المصاحبة له جدا جدا مختلفة. وحين يعني صداع نصفي ترى يسوي، تعرف في ناس يجيهم صداع نصفي مع صداع النصفي يجيهم فقدان ذاكرة، ينسون كل شيء سووه قالوه أو أي مهمة تعطيهم إياها خلال الفترة اللي يكون عندهم صداع نصفي. مرت علي أنا مريضة شيء عندها صداع نصفي شديد، أي شيء تعطيها أي عمل يعطيها مديرها خلال الفترة عندها صداع نصفي تنسى انه عطاها اصلا هذا العمل او هذا التاسك، فكانت مضطره تكتب كل شيء يعطيها اياه اذا بدت عندها نوبه الصداع. في مرضى اخرين لا، يكون معاهم نوع من انواع الاكتئاب، من يجيهم صداع النصفي يحسون انه خلاص لازم ينعزلوا عن العالم، يحسون انه فعلا كانهم مكتئبين. فالحين بعد طلع انه مرتبط باحتمال الاصابه بامراض القلب، والمشكله يصيب النساء اكثر. وايد تعورون راسكم.
الا نحن الحياه سهله يعني ما تقدر تشعرون راسكم. لا النساء يحاتون كثيرا, يحاتون يعني يقلقون كثيرا, يقلقون على كل افراد العائله, فهو عشان تجي نصاب بصداع اكثر. منو يعني بلتي ورده اليوم قولي؟ اليوم البث المباشر اعطوني اياه. اعطوك منو ابو عمر اعطونك ورده؟ لا نجات. نجات اي جزاها الله خير. منتي تتخقي انا عبالي نسيت منو عطاك من اعراض الصداع النصفي يعني. لا لا الحمد لله هذا ما انساه. انزين نحن قبل الفاصل نحن ما نسينا ترى قبل الفاصل وعدناكم نتكلم عن واحدة من الفعاليات المهمة اللي هي الرياضة في فكر زايد. هذه من الفعاليات الرياضية اللي بتقوم بها هيئة الصحة بمناسبة يعني عام زايد. معانا في الاستوديو حمزة عباس. اسمعوا واحد يكح من الصف ترى هذا حمزة عباس. صباحك الله بالخير حمزة عباس, مدير مشروعات الأنشطة الرياضية والمجتمعية في هيئة الصحة بدبي, وأيضا كان جناح الطائر حق منتخبنا الوطني. صباحك الله بالخير أبو محمد, وياريت تتقرب من المايك عشان نسمع صوتك. شيل المايك هذا جربه من عندك. أيوة جزاك الله خير. تفضل. صباح الخير محمود. وإن شاء الله يكون ضيف خفيف عليكم. دائما خفيف. خبرنا عن هذه الفعالية بالنسبة لتنظيمكم لها, يعني فعالية جميلة الرياضة في فكر زايد. زايد رحمة الله عليه كان يعني دائما ما يدعم مختلف الأنشطة الرياضية, فنبغي نعرف شو هي هذه الفعالية. في البداية حبيت أن أشكر قيادتنا على اختيار عام 2018 عام زايد, واختيار موفق لرجل قدم لدولة الإمارات صاحب سمو الشيخ زايد طيب الله ثراه. وكانت اهتمامات الشيخ زايد متنوعة, وجميع هذه الاهتمامات كانت تصب في رعاية الإنسان والعناية بالإنسان. صحيح. خاصة في المجال الرياضي. نعم. وجميع الرياضات يعني طيب الله ثراه كان بحضوره في البطولات أو كؤوس أو جميع الأنشطة الرياضية كانت موجودة. نعم. بس نحن في هيئة الصحة عندنا عدة مبادرات سنة 2018, ومن ضمن المبادرة الرياضية. ممكن. في عندنا مبادرات ثقافية موجودة, اجتماعية موجودة, اعتمدنا على عدة مبادرات من خلال لجنة اللي تم تشكيلها في الهيئة. ومن ضمن اللجان لجنة الرياضية, واللجنة الرياضية عندها عدة مبادرات رياضية. نحن رأينا أن ناخذ شعار الرياضة في فكر زايد. ممتاز. أما الشيخ زايد اهتماماته بالرياضة المتنوعة يعني كثيرة. صح. يعني لو نعد نحصى ما نخلص اليوم. أكيد. وبالتالي نحن اليوم أول مبادرة بنسويها مبادرة معرض صور رياضية للشيخ زايد. صور نادرة تكون موجودة إن شاء الله في نادي الوصل. بحضور افتتاح المعرض معالي مدير عام هيئة الصحة إن شاء الله. إن شاء الله. وحضور الأعضاء الموجودين الدائرة والمدراء والتنفيذيين والمدراء وهذا. وبالتالي هذه الصور يكون جميلة للشخص اللي ما يمكن ما شاف هاي الصور, ان الشيخ زايد كان يمارس, الشيخ زايد بنفسه كان في صور الشيخ زايد يمارس النشاط الرياضي. ممتاز. الموجودة. وين مكان هالمعرض؟ بيكون ان شاء الله في نادي الوصل الساعة 6:30 بعد الصلاة ان شاء الله. ان شاء الله. بجانب هاي المبادرة في مبادرة ثانية مسوين احنا تبرع, مركز تبرع بالدم. معانا بيكون في المعرض نفسه؟ جنب المعرض. ممتاز. بيكون بسيارة فحص الدم يكونوا موجودين. بس نحن الحين بنركز على معرض الصور. نعم. الرياضية الموجودة. يعني هي مسألة جميلة أن ربط الفعاليتين مع بعض, لأن زايد هو زايد الخير, وما في أجمل من أنك تتبرع بالدم وأيضا عندك هذا المعرض. بس أنا عندي سؤال شوي بعيد عن وايد أمور. الحين حمزة معروف عنك أنك أنت لاعب نادي الأهلي, لو شباب الأهلي حاليا زين, سابقا ليش اخترت نادي الوصل؟ والله اختار النادي الوصل. انا عن نفسي اتكلم مشاكل الحين. لا لا بالعكس, انا عن نفسي اتكلم, انا ما افرق بين الفرق اصلا في مدينة دبي يعني. هذا الفكر اللي لازم نحن ننقله للاجيال الجديده. اكيد. ان نحن ما افرق ابدا, نحن عندنا روح رياضيه, لازم الواحد ينظر للامور دائما بان ما في نادي يغلب على الثاني وكذا, لان فكرنا لمصلحه. بالعكس نحن كان التحدي اللي بيننا وبين النصر سابق كبير يعني, ولكن في النهايه نحن اخوان ويا بعض بعد المباراه. هذه روح رياضيه. نحن اخترنا نادي الوصل لثلاث أسباب. نعم.
السبب المهم الرئيسي انه يكون مباراة الوصل والجزيرة اليوم. القمة. القمة موجودة اليوم هناك. المباراة ويحضر المعرض. وكل ان شاء الله المسؤولين في الرياضة يكونوا موجودين. هذه فرصة نحن نبرز اسم الهيكل مشاركة المجتمعية صحيح. في امارة دبي. وبالتالي يكون شيء جميل ان كل احد يشوف ان هيئة الصحة مش بس يهتموا بالصحة. صحيح. لازم يهتمون بالرياضة بصحة الإنسان، يعني الصحة والرياضة مرتبطين ويا بعض. بالضبط. وبالتالي نحن نحاول نشارك البرامج المجتمعية إن شاء الله. ومن ضمن مبادراتنا إن شاء الله في سنة 2018 عندنا مبادرة ندوة رياضية، الرياضة في فكر زايد إن شاء الله بنسويها في ندوة العلوم. تكون عندنا عندنا مبادرة في مدينة حتى إن شاء الله رياضية بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الدراجات. بيكون عندنا فعالية رياضية مع دوائر حكومة دبي إن شاء الله في كرة الطائرة والسلة وقدم. عندنا مجموعة من المبادرات إن شاء الله نحن نحاول نسويها في سنة 2018 من ضمن أنشطة الرياضية للهيئة إن شاء الله. طيب حمزة، نحن قبل أن نختم معاك اللقاء نبغي نجدد الدعوة للجمهور بأنهم يتوجهون. المعرض طبعا مفتوح للكل، للجمهور ممكن يطلعون على هذه الصور، وأيضا مسألة التبرع بالدم كذلك هنالك موجودة. نذكر بالفعالية مرة ثانية ونوجه لهم دعوة. وكلمة أخيرة تبغى تقولها؟ كلمة أخيرة أن هذا المعرض بس مو في نادي الوصل اليوم. هذا المعرض نحب ننقله جميع مستشفياتنا اللي موجودة، مستشفى دبي، مستشفى راشد، مستشفى لطيفة. حلو. وحتى عياداتنا نسوي برنامج كامل خلال الفترة. المعرض بيكون كل يوم، كل يومين ثلاث في مستشفى من مستشفياتنا. وفي النهاية أنا حبيت أشكر نادي الوصل على دعمهم واستضافتهم هذا الحدث الفعالية، ولجنة الدوري المحترفين ان قدمونا التعاون هذا، نقول لهم شكرا وما قصرتوا. شكرا لك، واشكركم انتم. شكرا لك لوجودك. شكرا لك لوجودك حمزة عباس، مدير مشروعات الأنشطة الرياضية والمجتمعية في هيئة الصحة بدبي. اذا مثل هذه الأنشطة يا جماعة الخير يعني مهمة جدا ان الواحد يتواصل دكتورة مع المجتمع بالضبط. من خلال هذه الفعاليات، من خلال الرياضة. محمود، اللجنة الرياضية عندنا يعني خلال الفترة الأخيرة دكتورة يعني لهم العديد من الأنشطة والعديد من المبادرات اللي طلعوا فيها زين، واللي يتواصلون فيها مع المجتمع، وايضا هي تحفيز لموظفيها هيئة الصحة، يعني تحقق لهم ولاء وظيفي. صحيح. تحرك لهم انسامهم. يعني الحمد لله تعزز الصحة والسعادة فيهم. بالضبط. فجزاهم الله خير لأعضاء اللجنة، ما مقصرين. يعني امامهم تحديات بعد ان شاء الله يتجاوزونها، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. اذا ما نطلع فاصل دكتورة، بعد الفاصل عندنا موضوع بعد جميل، ما نتكلم عن فوز الهيئة بشو؟ بجائزة من المعهد الدولي لخدمة العملاء. شو هي الجائزة؟ شو هي تفاصيلها؟ إن شاء الله ما نتكلم عنها بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أنت تحركين المايك، مايكي أنا يتحرك. فج، أنا آسفة. انزين، أرقام التواصل معنا على 600551414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. الحين ناخذ مكالمات. تفضل محمد. صباح الخير. صباح الخير، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا اخوي تفضل. كل عام بخير مناسبة عام الشيخ زايد رحمة الله عليه. وانت بالصحة والسلام. تفضل يا خالد. الله يسلمك. اقتراحي لو سمحت بالنسبة لموضوع التأبيد الإلزامي. الاقتراح الأول، بتمنى يكون في نسبة من الأطباء العرب أو أي جنسيات أخرى بس تماثل نسبة المؤمنين لدى الشركة. يعني إذا في 50% من المؤمنين لدى الشركة عرب، لازم على الأقل يكون في عندي 50% من الأطباء يكونوا عرب. السبب لهذا الكلام أنه لغة التواصل بين المريض والطبيب ما فيها احتمال للخطأ هنا، خاصة تأمين إلزام عم يكون عم يشمل أطفال صغار، عم يشمل كبار بالعمر. ممكن اللغة الإنجليزية بالنسبة لهم أو اللغة يعني الفئات الأخرى، واضح. نعم، جنسيات الأخرى ما يصير لغة التواصل بشكل جيد أو توصل المعلومة بشكل خاطئ. الطبيب بده يفهم صح من المريض إيش معه وبده يوجه بشكل صحيح. نعم. اقتراح ثاني.
الاقتراح الثاني بالنسبة للمؤمنين، أغلب الناس اللي نسبة كبيرة من الموظفين موجودين بدبي ساكنين بالشارع العجمان، للأسف عم نلاقي عدد أقل بكثير من العيادات، وقت نأخذ الشبكة من شركات التأمين بيكون عدد أقل كثير من العيادات موجود بالشارع العجمان، على الرغم من أنه أغلب الموظفين عم يكونوا ساكنين بهالمناطق هذه. فبتمنى كمان هذا يتراعى الموضوع، هالموضوع هذا يتراعى. طيب عم نواجه مشكلتين، مشكلة قلة العيادات، والمشكلة الأخرى أنه عم نواجه أطباء من جنسية معينة بكل لغة التواصل شوي صعبة. ممتاز خالد اسمع. نعم. أنا بقول لك شغلة من يعني المواثيق الخاصة وحقوق المريض أن يتم توفير طبيب بنفس اللغة التي يتحدث بها المريض، تطلب من عندهم أن يوفروا لك أو حد يترجم لك الكلام، هذا في ميثاق المرضى. إنزين، فهذا حق من حقوقك، تطلب سواء كنت تراجع أي عيادة من عياداتنا في هيئة الصحة ومستشفيات هيئة الصحة وحتى من العيادات الثانية، فهذا حق يعني مكفول لك كمريض من الميثاق. هذا واحد. اثنين، بالنسبة للمؤمنين قلت لي في الإمارات الشمالية قلة العيادات وكذا، هذه مسألة ترجع فيها، هنالك يعني أكثر من 13 شركة موجودة، ابحث عن العيادات القريبة من المنطقة الجغرافية، الشركات اللي توفر لك التأمين والعيادات القريبة من منطقتك الجغرافية، ومن خلالها تقدر شو اسمه تتعامل معهم، لأن هي عملية منافسة في السوق، عرفت يعني. أنا مثلا بسير أمن سيارتي، انزين، حد يعطيني تصليح وكاله، حد يعطيني تصليح جراج، في جراجات معينه في دبي، في الشارجه، في كذا، فهذه هذه مساله يعني انت تختار، لان هنالك عرض، انزين، وفي طلب وفي تحديد احتياجات، فهذه نصيحتي لك يعني. ولكن بالنسبه لي لتوفير اللغات، هذه من الحقوق المشروعه للمريض. ناخذ مكالمه ثانيه. من معانا؟ ألو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. عبد الله صبحك الله بالخير، تفضل يا سيدي. تفضل. الله يكرمك، شكرين على البرنامج الطيب. شكرا التواصل، شكرا. الله يكرمك. سؤالي للدكتورة. نعم. أنا كنت ملاحظ من فترة طويلة، يمكن على مدار سنة كده، إن ابني يعني احتمال يكون عنده شقيقة. نعم. دايما كل فترة يجي يشتكي من الصداع. كيف أنا كوالده أراقب على فترات معينة بحيث أن أعرف أنه فعلا هو عنده شقيقة، أو أبتدي مع الدكتور في أي وقت، وكيف الأعراض اللي هي مثلا تساعدني أقول دي فعلا دي شقيقة؟ كم عمره؟ 12 سنة. أوكي. كم 12 سنة؟ شفتي أنا بعد دكتور ممتاز محمود. أهم سؤال كم العمر؟ هل مع أعراض صداع التي له، هل في مشكلة في النظر، ترجيع، صداع يصحي من النوم؟ هو من الصغر، هو عنده 4 سنين، عندنا حاجة اسمها ستيجماتيز، فالأولاد الثلاثة اللي عندي كلهم لابسين نظارات من عن سن 4 سنين. أوكي ممتاز، ما يهمك أخوي، إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. الله يكرمك يا شكرا رب. لك شكرا. شكرا لك. جاوبي دكتور، خليه يسمع لي. شوفوا عبد الله، الصداع النصفي دائما احنا نقول الصداع عبارة عن عرض وليس مرض، يعني لازم يكون في تحته أسباب. أفضل دائما ولدك عمره 12 سنة يشكو من صداع، لازم تعرضه على طبيب، اعرضه أولا على طبيب الأسرة، ياخذ منك تاريخ الكامل عن نوبات الصداع، شو الأعراض المصاحبة لها، كيف يزيد، كيف ينقص وغيره، وبعدين يحول على طبيب أعصاب. لازم طبيب الأعصاب يشوفه ولو مرة واحدة ويحكم على أساسه عن طريق التاريخ المرضي، هل هو فعلا صداع نصفي عادي يعطي أدوية مزيرة للألم ويقدر يكمل عادي، أو لا يحتاج ممكن أشعة للرأس أو علاجات أخرى. فالأفضل ما تهمله، خلي تشوف طبيب الأسرة مرة واحدة. شكرا لك دكتورة ندى. من نذهب الآن للحديث عن فوز الهيبي جائزة من المعهد الدولي لخدمة العملاء، معنا عبر الهاتف دكتورة ضحى العوض، استشاري طب الأسرة ومدير مكتب الجودة والتميز في قطاع الرعاية الصحية الأولية. صبحك الله بالخير دكتورة. الله يصبحك بالخير والسرور، شو اخبارك محمود؟ الله يسلمك دكتوره، ما شاء الله عليكم انتم، يعني هنالك العديد من الجوائز اللي تحققت في هذا القطاع على مستوى مراكز الرعايه الصحيه الاوليه، اخرها هذه الجائزه. انا يعني قبل لا ادخل في تاريخ الجوائز اللي عندكم، ابغى اعرف هذه الجائزه عباره عن شو، وشو اللي يعني وليش خذناها نحن في هيئه الصحه بدبي،
وشو هي الأمور اللي سويناها من خلال حصولنا لهذه الجائزة؟ نعم أشكركم بداية على استضافتكم اليوم. طبعا الحلو أن نحن نتكلم ونفتخر بالجوائز اللي حصلناها، لأن طبعا هذا مكتب لهيئة الصحة بدبي. هاي الجوائز إضافة طبعا لكل الخدمات اللي نحن نقدمها والفعاليات، وهي طبعا في النهاية هذا نتاج العمل الجماعي اللي موجود وجهود المتكاتفة في الهيئة عشان نبرزها بأفضل طريقة. فهو عبارة عن الناتج النهائي، نحن ما سوينا شيء زيادة غير أن أبرزنا وعكسنا اللي موجود عندنا، والحمد لله مستوياتنا ترقى أن تكون عالمية الحمد لله في جميع المجالات. الحمد لله. صحيح. إنزين الحين الله يسلمك، فيما يخص الجائزة، نحن أخذنا جائزة هي يسمونها سيرفيس أولمبيان أورد، وهي طبعا موجودة نحن أخذناها في فئة بس كاستمر إنجيجمنت، على أساس فئة دمج المتعاملين. نعم. في ضمن خدماتنا أن نحن الدمج عندنا الحمد لله نوعا ما عالي جدا، لأن احنا هيئة الصحة دائما موجودين بفضل متعاملينا وبفضل مرضانا سواء كانوا أصحاء أو مرضى، فنحن دائما متواجدين لخدمتهم في كافة المناحي. نحن نحاول نكون على تواصل دائما معاهم عشان نعرف آرائهم، نعرف شو هم حابين أن نقدم لهم، إذا في أي نوع من التحسين اللي نقدر نقدمه لهم نحاول أن نطور خدماتهم بناء على رغباتهم اللي تكون مجدية، فنحاول نطبق اللي هم يحبونه، وعندنا طرق مختلفة وأساليب مختلفة عشان نكشف فيه عن آرائهم. يعني من الأساليب اللي نحن نستخدمها المسوحات والاستبيانات فيما يخص رضا المتعاملين، فنحن نشوف مثلا أوجه النقص اللي موجودة عندنا والفجوات، وبناء عليها نحاول نحط خطط تحسينية عشان نوصل لمستويات أرقى. والحمد لله نفخر ان نقول ان في اخر مسح كنا مسوينه وصل مستوى رضا المتعاملين عندنا 91% بالنسبه لقطاع خدمات الرعايه الصحيه الاوليه. نسبه الشكاوى وحلها في 7 أيام كانت واصله 100% تقريبا. الاقتراحات هذا طبعا سبيل وايد حلو بعد اساس نعرف راي المتعاملين عندنا، وبعد ان مسوحات طبيه خاصه بعد نسويها عشان نعرف اذا في حجم مشاكل معينه، او اذا حابين المتعاملين عندنا خدمه صحيه، أو مثلا نطور بعض الخدمات الصحية أو الإجراءات اللي موجودة فيما يتناسب مع احتياجاتهم أو متطلباتهم. فهي الأمور كلها نحن نجمعها، بالإضافة لشيء عامل مهم جدا اللي هو وجود لجنة فيها ممثلين من المجتمع. ممثلين هذه لهم معايير معينة للاختيار، هم عبارة عن طبعا هم مثل ما نقول شريحة للمجتمع، شريحة تعكس المجتمع. يعني في مثلا فيها الممثلين هذه الكبار سن أطفال، في أمهات لأطفال معاقين أو من أصحاب الهمم، فيها بعد أشخاص عاملين، فيها أشخاص متقاعدين، فهي ممثلة عن المجتمع والشريحة اللي موجودة أساس تعطينا آرائهم، وهذه اللي يستخدمون خدماتنا، هم مطلعين على اللي موجود في أماكن أخرى، فهم يقولون لنا كيف نحن ممكن نطور الخدمات. فبهالطريقة نحن ياسين نحاول نجمع كل احتياجات المتعاملين ونحاول أن نبرزها في خلال خططنا التنفيذية، وما شاء الله حققنا مستويات وايد عالية، وحتى عندنا بعد نتائج المتفوق السري اللي يبرز بعد مدى التحسن ما شاء الله المستمر اللي موجود عندنا. فهذا كله ياسين نبرزه. وآخر دراسة كانت موجودة اللي هي دراسة صوت المتعامل، فكل هالدراسات وكل هالنتائج نحن ياسين ناخذها وياسين نحطها في عين الاعتبار عشان نرصد الاحتياجات ونحصرها، ونقدر نحط مثلا الخطط التحسينية، وما شاء الله وصلنا لمستويات عالية، وهذا بشهادة المقاييس وبشهادة اللجنة اللي حكمت وقالت ما شاء الله يعني مستويات دمج المتعاملين وآرائهم واحتياجاتهم في خططنا التشغيلية والتنفيذية جدا عالي الحمد لله. ممتاز. دكتورة ضحى، شو قيمة مثل هالجائزة لما تضاف لسلسلة الجوائز اللي أخذتها والاعتمادات اللي أخذتها هيئة الصحة في دبي؟ لها قيمة مضافة جميلة ندى، لأن طبعا هذا يعكس مدى اهتمام هيئة الصحة بدبي بالخدمات المقدمة للجمهور والخدمات المقدمة للمتعاملين. طبعا كلها وصولنا مثل الاعتمادات والمستويات العالمية والريادية، هاي إضافات جميلة أساس نحن نقدر نخدم المتعاملين، لأنهم الجهة الأولى اللي نحن نهتم فيهم، يعني هم الجهة الأساسية لوجودنا، فنحن مهتمين أن نحن نحاول نوصل لرضاهم قدر الإمكان.
ممتاز. طبعا وجود الاعتمادات هاي كلها طبعا اساسيات تساعدنا عشان نوصل لهالنتائج المبهره الحمد لله. ممتاز. بما ان ذكرنا الجوائز والاعتمادات السابقه فتعطينا نبذه ما شاء الله عن الجوائز والاعتمادات اللي اخذتها هيئه الصحه في دبي. هيئه الصحه في دبي ما شاء الله لها مجموعه وباع كبير ما شاء الله من الجوائز، يمكن انا اجحف حقها اذا قلت مجموعه منها مو بكلها، بس على سبيل المثال بذكر لك اخر النتائج اخر الاعتمادات اللي اخذناها على مستوى الرعايه الصحيه الاوليه، وبحاول اذكر لك بعد اللي موجود بعده على مستوى هيئه الصحه بدبي. بالنسبه للاعتمادات في هيئه الصحه في دبي او قطاع الرعايه الصحيه الاوليه، ان الاعتماد الدولي من المنشآت الدوليه اللي هو JCIA، نحن حصلنا عليه الحمد لله في عام 2016، وكنا اكبر جهه او شبكة مراكز صحية تحصل على الاعتماد الدولي ل 11 مركز، وحصلنا على الاعتماد الكندي اللي هو عالمي بعد، وحصلنا على المستوى الماسي كأول جهة تحصل على المستوى الماسي من أول مرة، وأول جهة نحن عنا اعتمادين معترفين دوليين اللي هو الاعتماد الدولي الأمريكي JCIA والكندي، وعنا الحمد لله 7 شهادات عالمية، منها 7 ايزو واثنين شهادتين عالميتين، واحدة من اوروبا والثانية من امريكا. وبعد عندنا بعد الله يسلمك اللي هو اعتماد المراكز الصحية كصديقة للرضاعة الطبيعية، وعندنا اعتمادنا من المركز العربي على اساس ان نحن جهات تدرب الكوادر الطبية. فهي كلها الحمد لله مجموعة اعتمادات موجودة عندنا في القطاع، وعندنا ما شاء الله مجموعة جوائز كبيرة، وما زلنا نشتغل على مجموعة جوائز أكبر إن شاء الله بتسمعون صداها في الفترة القريبة إن شاء الله. وبالنسبة للاعتمادات اللي موجودة على مستوى الهيئة، قبل 4 أيام تم الإعلان رسميا أن الحمد لله حصلنا في 10 مراكز تابعة لمراكز اللياقة الطبية على اعتماد JCIA، وقبلها بعد حصلنا على اعتمادات مختلفة، مثلا في مركز التأهيل حصلنا على اعتماد اللي هو يسمونه كارف، وحصلنا بعد على اعتماد في مركز الأخصاب اللي هو بعد من الكندي بس فيما يخص اللاب يعني أو يخص المختبر. وحصلنا بعد في المختبرات الطبية عنا على اعتماد كاب، وحصلنا بعد على طبعا كل مستشفياتنا الحمد لله معتمدة من JCIA، وكذلك بعد عيادات المطار أن معتمدة من JCIA. فالحمد لله يعني أنا مجموعة نفتخر فيها كهيئة الصحة في دبي على الاعتمادات، واسمحوا لي إذا غفلت عن بعض الاعتمادات أو الشهادات. شكرا لك دكتورة ضحى العوضي، استشاري طب أسرة ومدير مكتب الجودة والتميز في قطاع الرعاية الصحية الأولية. طبعا الجوائز اللي أخذتها هيئة الصحة في دبي مثل ما ذكرت هي جوائز كثيرة، وما شاء الله من نجاح إن شاء الله نجاح. في كلمة أخيرة حابة تشاركينها معنا؟ صراحة أشكر شندة وأشكر الإعلامي المتميز محمود على استضافتنا والترويج، وترويج الصراحة للخدمات المتميزة اللي نحن نسويها، وإبراز دور الهيئة في كل الجوائز اللي نحصلها والاعتمادات. فأشكركم لكم جزيل الشكر. بالعكس دكتورة، أنتم مميزين دائما. الله يخليكم، والطاقم الخلفي اللي موجود معاكم. شكرا. وطبعا ما أقدر أنسى معالي حميد القطامي على دعم المستمر، ودكتورة منال تريم دائما داعمين، وكل جهود وكل موظفين قطاع الرعاية الصحية الأولية وهيئة الصحة في دبي. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا. الله يخليكم. شكرا. الرسالة تقول أخي الفاضل أنا معاك لكن هناك مصطلحات طبية بالإنجليزي كيف نستطيع إيصالها للمراجع؟ صداع النصفي أعتقد أنه وراثي، أرجو التأكد وشكرا أخوكم بوبرعي. طيب السؤال شقين. الأول كان يتكلم عن صداع النصفي اللي هو الدراسة اللي بدينا فيها. نعم. تكلمي عن صداع النصفي وراثي. هناك حالات وراثية، هناك حالات وراثية تستوي مع صداع النصفي طبعا تمشي في العوائل موجودة. الشق الأول المصطلحات الطبيب الانجليزي ذكر، قال محمود ان حق المريض ان الطبيب يتكلم بلغه اللي يفهمها المريض، او مو بعد مو يفهم، يطلبها المريض. احيانا صادفنا بعض الحالات في مستشفياتنا في الهيئه دكتوره، في هنالك يعني سواح او ناسيون ما يتحدثون لا العربيه لا الانجليزيه. صحيح. لا الفرنسيه، في بلغه بلدهم المعنيه، ما بذكر اسامي البلد. الهيئه كانت تتواصل مع السفارة. صحيح. أو مع القنصليات أن إذا ما عندنا حد من موظفي الهيئة ممكن أن يتحدث هذه اللغة
نتواصل مع الـ 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 الأماكن صحيح المعنية أنهم يجون ويترجمون العلاج لهذا المريض بالضبط. وإحنا عندنا محمود بعد عندنا شيء اسمه Privilege Language List. الهيئة ماخذة كل موظفين الهيئة أي حيتكلم أي لغات، أنا يعني متعامل ما يتحدث لغة أنا أعرفها، أدخل على موقع الهيئة وأسحب Privilege Language List وأشوف من يتكلم هذه اللغة من الموظفين، أتصل فيه ويتفاهم معاه. لهالدرجة إحنا يعني متعامل عندنا، إحنا لازم نخدمه، ولازم أهم شيء طبعا عشان تخدمه صح لازم تتكلم لغته ويصير التواصل بينك وبينه بالطريقة الصح. في المستقبل القريب إن شاء الله بتكون هنالك حلول ذكية في هذا الموضوع دكتورة إن شاء الله. يعني ما نبغي نحرق المواضيع هذه في حزتها ما نتكلم عنها، ولكن في حلول ذكية بما أننا نحن يعني دولة ذكية جدا نسعى إلى يعني تبوء أفضل المراكز في المجالات التقنية المختلفة والمجال الصحي، يعني ما يقل أهمية عن باقي المجالات إن شاء الله. والله والله العظيم من غير ما تأشرين ولا شيء عندنا دقيقة تجاوبين باختصار أوكي إن شاء الله. سؤال للدكتورة، هل بخاخ الحساسية عن طريق الأنف يساعد في تخفيف آلام الجيوب الأنفية أم لا؟ لأن أحيانا الصداع يكون سبب بسبب الجيوب الأنفية خاصة عند الضغط على الجبين. نعم بخاخ الأنف يساعد في التخفيف من آلام الجيوب الأنفية، لأن لو كان في احتقان في الأنف يسوي الأغشية المخاطية يستوي في احتقان فتسوي انسداد في المجاري التابعة للجيوب الأنفية فتسوي صداع نصفي. فبخاخات الأنف احنا ننصح فيها بشدة في حالة صداع نصفي مصاحب الألم الجيوب. هذا البخاخ اللي تصرفينه أنت دكتورة ما يعني الواحد يستخدمه ولا يحصل فايدة من وراه. البخاخ محمود شهر كامل تستعمله شهر كامل، ومكتوب حتى التأثير بعد 10 إلى 14 يوما. وأنا استخدمه شهر كامل ليه ما يخلص القوطي؟ مو بشهر مستحيل. يعني خلل في خشمي مو في البخاخ. فيمكن في طريقة الاستخدام. زين لا لا استعجل الله خير، بس يطول العلاج مالك يطول وايد دكتورة. بس يدوم. وين يدوم؟ كل سنة نفس هذا. وجزاك الله خير. وصلنا النهاية على الحلقة. باكر إن شاء الله موعدنا معاكم مستمعينا. في الختام نتوجه بالشكر حق ميرا الخفلي، مشكورة ما قصرتي. شكرا لك يا ناصر السليمي، شكرا لك دكتورة ندى الملة، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.